كثيرة هي مفردات الفلسطيني الخاصة والأبجديات، كثير هو الوجع وتفاصيله، وكثيرة الحكايات. فتارة ترى مفتاح عودة، وتارة تسمع عن قرية مهجرة، وتارة أخرى تسمع عن النكبة والنكسة والحروب والويلات. أكثر من 500 قرية فلسطينية هجر أهاليها وطهرت عرقيا من سكانها الأصليين عام 48. استوطنها غرباء جاءوا كخفافيش الليل، ظنوا أن أصحاب البيت سيموتون، ومن بقي على قيد الحياة سينسى الطريق. قصة حية يرويها شاب فلسطيني سلك طريقا مختلفة في النضال، وليس أي نضال. قرر أن يكون حارسا على التاريخ والذاكرة. طارق البكري، هذا المقدسي، يبحث في بقايا صور بعثرها الزمن هنا وهناك، صور لبيوت فلسطينية تنطق حجارتها بالعروبة رغم أعلام إسرائيلية رفعت عليها بالقوة، ورغم لافتات وزعت على كل مدخل وكل زاوية بحروفها العبرية. يقارن الصورة مع الواقع التي لم تختلف منذ عشرات السنين، ويروي تفاصيل الحياة قبل أن يستوطنها هؤلاء. أطلقت عدة مبادرات بتوثيق بفلسطين، اللي كان من أهمها مبادرة كنا وما زلنا. كنا وما زلنا هي مبادرة تعتمد على التوثيق بالاعتماد على الجانب البصري. فكرة المبادرة إنه أي لاجئ فلسطيني موجود في داخل فلسطين أو في الشتات بيرسل لي صورة قديمة بالأسود والأبيض قبل النكبة، وبعدين بتم مقارنة مكان، يعني وين التقطت هاي الصورة، بنشوف العقار هل هو موجود أو لا، وبصوره من نفس الزاوية كما يعني التقطت الصورة بالثلاثينات بالأربعينات أو بأي وقت قبل النكبة، لعدة أهداف. أول إشي توثيق العقار، نعرف إيش صار فيه، نصوره من نفس الزاوية، نشوف مين فيه ساكن فيه حاليا، وكمان بكتب قصة العائلة وإيش صار فيها من خلال هاي الصورة اللي مأخوذة من نفس الزاوية. مش فقط توثيق المنازل بمنازل الفلسطينيين اللي قالت للإسرائيليين، كمان تعتمد على نتفرجي قديش إحنا بفلسطين كنا شعب متحضر، وكنا يعني إيش كان فيه بفلسطين قبل النكبة، من دور سينما، من الحياة الثقافية الأدبية، الصناعة، التجارة. يمشي طارق في أحياء القدس المحتلة، وتحديدا في حي الطالبية، حاملا صورة ذات اللونين الأبيض والأسود، ويواجه صخب الألوان الأخرى. فلون الحقيقة أقوى وإن كان بلونين. حجارة هذا البيت الذي حفر عليها سنة التأسيس 1925، وأول حرفين من اسم العائلة. كان الفلسطينيون في ذلك الزمان يكتبون السنوات وكأنهم يعلمون أنها ستكون دليلاً على الوجود وتوثيقاً لحياتهم. هذا بيت الفلسطيني أسعد خضر بنى سنة 1925، وحتى لحد اليوم هي محطوطة AK 1925. بعرفش سمعت مرة قصة أنه هو كان زارع شجرتين، لما كل حدا من أولاده انولد ففي شجرة أكبر من الثانية اللي هي على أعمار أولاده، ف مش عارف هلأ وين العيلة صارت. طبعاً زيها زي باقي كل هالبيوت بغرب مدينة القدس المحتلة وبكل محل بفلسطين زي يافا وعكا وحيفا، البيوت هاي كلياتها تهجروا منها الناس بالقوة، وسكنت فيها عائلات إسرائيلية. كانت الوكالة اليهودية بتوزع عليهم البيوت، يلا تفضلوا اقعد في هذا البيت وانت اسكن في هذاك البيت. والناس هلأ لاجئين، في منهم لاجئين برا فلسطين، في منهم جوا فلسطين، في منهم اللي هم ساكنين بفلسطين وبيقدروا يعني لما الواحد يطلع له تصريح انه يجي يشوف بيته من بعيد ويشوف واحد يعني محتل قاعد في بيته وما بقدرش يسوي اي شيء. ما في اي قانون في الدنيا يعني بسمح بهذا الموضوع، بس انه طول ما انت تحت احتلال فكل شيء جائز عندهم.
أيضا شاهد آخر على الوجود. هذا بيت الفلسطيني حنا بشارات بناه في القدس، احنا هون سابت طلبية، بناه سنة 1923. كان البيت فخم جدا، يعني كانوا يحكوا له قصر هارون الرشيد. في هاي صورة لحنا بشارات وعيلته قدام بيتهم. البيت هذا لاحقا مين سكن فيه؟ سكنت فيه جولدا مائير، اللي هي كانت دائما تدعي انه ما في شيء اسمه شعب فلسطين، انه كان في شوية عرب هون وهناك، بس احنا اجينا وبنينا وعمرنا هاي البلد. فاللي كانت تحكي انه ما في شيء اسمه شعب فلسطين، هي كانت ساكنه وبتنام في بيت الفلسطيني حنا بشارات. طارق حاول ان يجتهد ويبادر ويقول بصوت عال ومختلف: كنا وما زلنا. اول ما يسمعوا كلمه انه فلسطينيين، كلمة فلسطيني كان ساكن في البيت بتكهرب، خلص بيقول لك لا خلص تذكرنيش. يعني أنا مش عارف كيف بناموا في بيت واحد يعني كان ساكن في هذا البيت. مش عارف وين الضمير بصراحة. لملم الشتات ولو بصورة رمزية رغم الألم في فقدان البيوت، لكنه لم يفقد البوصلة. أسلوب كنا وما زلنا هو بيعتمد على الجانب البصري. يعني مثلاً هذا الأسلوب، إنه بس بتيجي عائلة بتبعت لي صورة قديمة، صورة مثلاً بتبعت لي صورة قديمة بالأسود والأبيض، زي مثلاً هاي عائلة الأفغاني اللي هم أصلاً من يافا، هذا محلهم بالمنشية بيافا، بعتوا لي هاي الصورة سنة 34 وبعرفوا شيء إيش صار عن محلهم. فأنا بروح بتوجه على المنطقة، يعني أحياناً بستمر البحث أيام عديدة يعني، فبروح بلاقي البيت أو العقار أو المحل بصوره كمان من نفس الزاوية. وأحياناً اللي بتمكن إنه يجي على فلسطين منروح على نفس المكان. بس في الملفت بقصتهم للإخوة الأفغاني، إنه يعني طلعت على عمان وصورت الإخوة نفس الصورة كيف أبياتهم متصورين، يعني قبل النكبة هاي بيافا وهاي بالأردن بنفس الأسلوب. فزي ما حكيت إنه الجانب البصري أكثر بشد المتلقي، وبالآخر ما تيجي تكتبي أنت قصة الناس من خلال الصورة، ولما الناس هذول يأكدوا على حقهم بيحكي لك أوكي إحنا صرنا مثلاً 70 سنة أو 68 سنة لاجئين بالمنطقة الفلانية، بس إنه إحنا أصلنا من يافا، أصلنا من حيفا، أصلنا من المجدل، وبدنا نرجع على مدننا وقرانا. نسير في هذا الطريق الغريب المليء بالمستوطنات والمستوطنين، ونشاهد كيف قلبت الحقائق وبدل التاريخ وزيفت الشوارع، لكن بقيت الشواهد. نصل هنا إلى هذه الجميلة، قرية قالونيا، قرية من القرى المقدسية التي احتلتها إسرائيل عام 48. فراس صباح، قالوني الأصل، فلسطيني الهوية. هذا الرجل والذي أخذ على عاتقه مسؤولية توريث روايته الحقيقية للصغار، فمن يومياته يوميات الفلسطيني أن يحدث أطفاله عن أرضه، أين ولد وأين سيموت. فراس والذي يؤمن أن التاريخ لديه حاضر ومستقبل، ويوقن حقا أن قريته الجميلة ستعود إذا ظلت حاضرة بالأذهان. هذه القرية التي أصبحت الحياة حولها سريعة، وقطعتها السكك والشوارع ودمرت مساجدها، لكن هناك إذا أمعنت النظر ستراها جثمة فوق هذا الرماد الذي سيزول لا محالة. نجحنا بشكل كبير جدا إنه الجيل الصاعد، الأطفال الصغيرة لسه عندهم ارتباط مهم جدا وكبير جدا ووثيق جدا في القرية، وهذا مؤشر على إنهم هم راح يكونوا يعني قريب جدا بـ 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 بإطار العودة، وهم يعني إن شاء الله هم بقودوا طريق العودة إلنا، يعني إنه إحنا نرجع، لأنه راح يكونوا هم مرتبطين في البلد يمكن أكثر منا. إحنا قبل عدة سنوات يعني أطفالي كانوا يحكوا معي طب يعني نفكر للمستقبل إنه كيف نصير نروح من قالوني على المدرسة يعني. فهذه أشياء بتدلل على إنه يعني خلص الأمر مزروع فينا، راسخ فينا، إنه إذا إحنا رح نرجع كجيلنا، وبس إذا إحنا ما رجعناش أولادنا رح يرجعوا، فإحنا بنورث هذا الإيمان وهذا الارتباط لأولادنا.
وهم أنا متأكد يعني راح نرجع وراح يرجعوا وراح نكون موجودين في هاي القرية بعد سنوات طالت أم قصرت يعني، ولكن راح نكون موجودين فيها وراح نرجع نعيش ونبني ونعمرها ونرجعها زي ما كانت وأحلى كمان إن شاء الله. ملامح هذا الطفل أشبه بحياة الفلسطيني، أمل يختلط مع الألم، يدان صغيرتان تلمسان هذا السياج وكأنها تود أن تقطعه، أعين تنظر بعيدا بعيدا جدا، توقفها مستوطنة جثمت على التلال وبناء إسرائيلي حديث التف حول القرية كأفعى سامة. طفلة يانعة بابتسامتها وانعكاس صورة على وجهها تقول سنعود، فالصغار لا ينسون حتى وإن مات الكبار. تعرفوا أنتوا إيش صار في كولونيا يعني صح؟ إيش صار في 48؟ احتلوها مين؟ اليهود وطلعونا منها صح؟ أه. طيب هلأ هون كانت تحت في وين الجسر هذا تحتيه كانت أراضي زراعية يزرعوا فيها الناس، وكان في عيون طبعا في كولونيا، كان في 12 عين اللي هي كانوا الناس يشربوا منها ويسقوا الحيوانات ويسقوا الزراعة كمان، وكانوا يعيشوا على المزروعات هاي أكثر من أي شيء تاني. الجسر هذا جديد، ما كانش زمان الاحتلال عملوه وجرفوا الأراضي اللي تحته وجرفوا، كان في كمان هون عيون ماي في عين العصافير جرفوها وبنوا يعني بنوا محل هذا الشارع ولغوا الشارع القديم اللي كان من زمان، والشارع القديم برضو عملوا الاحتلال في سنة 64 وبنوا على القبور اللي جرفوها، مقبرة كولونيا جرفوا وباقي منها بس 3 قبور حاليا والباقي تم تجريفه وبنوا عليه الشارع. هنا تجمعوا، خرجوا شيبا وشبابا في رحلة الماضي من مقر جمعية لفت الخيرية في مدينة رام الله، والتي تنظم يوما وطنيا لترسيخ صور قريتها المهجرة، تجمع فيه ما تبقى من أبناء هذه القرية من محافظات الضفة الغربية والشتات وتلم الشمل ولو ليوم واحد. خرجوا فرحين إلى أن وصلوا إلى حاجز قلنديا العسكري والذي يفصل مدينة رام الله عن القدس. أنزل الكبار قبل الصغار من الحافلة وأعيقت حركتهم، لكنهم لم يكترثوا فهم ذاهبون إلى لقاء الحبيبة. رجعونا الجيش على أساس أنه لازم ندخل عن معبر التفتيش، حاجز التفتيش، وبعد ما تفتشنا وصلنا وهينا الآن قاعدين في الباص ومننتظر باقي الأهل حتى يوصلوا منشان نتحرك كلياتنا. بلدة لفتة مساحة أرضها مساحة كبيرة جدا، يعني أكبر مساحة في كرة القدس. حتى أذكر الله يرحم ستي ووالدتي وهدول كانوا يقولوا لي كنا نزرع باب العمود قمح، يعني أرض لفتة. طبعا أرض لفتة بتوصل التلة الفرنسية اللي هو الشيخ جراح، بتوصل الطور، بتوصل شعفاط، بتوصل بيت حنينة، بتوصل بيت إكسا، بتوصل المالحة، بتوصل عين كارم، طبعا الكنيسة على أرض لفتة الكنيسة الإسرائيلي. وصلوا، يصعدون طرق قريتهم وكأنها أبواب السماء، يمشون في هذه الأزقة خضراء الجانبين، هنا مشى الكبار منهم وهم صغار، وجاء الصغار ليروا أين مشى أجدادهم وأجداد هذه الأرض. صنعوا حياة وكأنها طبيعية، يعلمون أنها يوم واحد وسيعود كل منهم إلى دياره وبيته الذي لم يولد فيه
ولم يكون فيه ذاكرة ولا تاريخ. بدأت الفعالية بزيارة للمباني القديمة بفنها المعماري الجميل. كان هناك عدد من كبار السن الذين عاشوا النكبة، تحدثوا إلى العائلات، إلى الأطفال، عرفوهم عن البيوت، سموا أصحاب هذه البيوت، الحارات، منطقة الجناين، عين الماء، نبع الماء، مقبرة البلدة. قرأ الحاضرون الفاتحة على أرواح شهداء البلدة الذين سقطوا في 28/12/47 إبان الهجرة. طبعا كان هناك مجزرة في أحد مقاهي بلدة لفتة، مقهى صالح عيسى. أيضا زاروا مدرسة لفتة الأميرية، تعرفوا على كل ما يتعلق ببلدة لفتة التاريخية. أنا لفتوية، أول مرة بزور هون، أنا يعني بزورها أول مرة وانبهرت فيها كثير كثير، بشجرها وبجمالها وببنياتها الحلوة وجدرانها، يعني أطلات كلها حيطانها والله ما شاء الله، وبناية كاينة والله ما كناش نعرف أنها هيك مبنية لفتحنا، كنا نعرف أنها قرية سهل كرة يعني، بس والله طلعت قرية يعني زي المدن حلوة. لما شفت المستوطنين فيها يعني جرحوني ونجوا والله، وانجرح كلب منهم والله، وأنا يعني هالمناظر ما حبيتها ولا حبيت أشوفها ولا أشاهدها، يعني منظرهم حتى مخزي، منظرهم ما ينزلوا يطلعوا فيها يعني ينصوا فيها يعني بيجاكروا فينا، بالعربي بيجاكروا فينا، مجاكرة بملكوا من جنبنا وبيحركشوا فينا. وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، ولا مسير ولا مدبر. الله أكبر. أطفال يلعبون، هم أقوى من هؤلاء المستوطنين، فهم أصدق حقاً تاريخاً ووجوداً على هذه الأرض. وورد ما زالت تشق طريق رحيقها الذي ينبعث إذا اشتم رائحة فلسطيني هنا. بيوت رغم غياب ساكنها إلا أنها مسطرة ككتاب التاريخ، حتى طريقة بنيانها وجمالية مظهرها تبدو كلوحة هندسية عجز هؤلاء عن صنعها وابتكارها. أما هنا فعلى صوت المجوز الفلسطيني واعتلى الفارس حصانه ورقص وغنى وصفق الجميع حوله. زفة فلسطينية وهمية أراد منها هؤلاء الإفتاويون أن يحيون ليس فقط صورة القرية في عقولهم، بل يحيوا عاداتها وتقاليدها وموروثها الثقافي والاجتماعي. سمعت كثير عن لفتة وإنه هاي إنه هون إلنا دار، وإنه كان كيف هربوا الناس منها لما سمعوا عن اليهود لما دخلوا. بصراحة كنت كثير متأثرة بالقصة، بس لما اجيت اليوم لقيت المنظر كتير 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 رائع، وانا حبيته كتير يعني، خصوصي انه الشجر وين ما كان، البيوت من جوا كتير حلوة، والبنى قديم بيعبر عن تراثنا الفلسطيني. ولما شفت العرس كيف عملوا الزفة الفلسطينية وكيف كل الناس مبسوطة، انبسطت انا تلقائيا، لانه حلو احلى اشي ان الواحد يشوف اهله مبسوطين. كتير حبيت كيف كل الناس اجوا دبكوا، خصوصي انه انا كنت واحدة من اللي دبكوا، فانه الاشي كان كتير 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 حلو انه نشوف تراثنا وين ما كان حوالينا. وبصراحة انا من ناحيتي بتمنى انه اشوف هالاشي كمان مرة، انه اجي كمان مرة خلال هاي الايام الجاية، لانه هاي بلدي اول على اخر، هاي قريتي، هاي المنطقة اللي انا منها. الصغار هم الموجودون الآن، أنهم ورثوا خارطة الوطن، خارطة لفتة، بلدة لفتة، وحملوها أمانة في أعناقهم للأجيال المتعاقبة، لا يروق لهذا الاحتلال ولا للمستوطنين
ولا لهذه العصابات التي تقطن بلدة لفتة. هذا الاحتلال وهذه العصابات، مجموعة من أبناء لفتة بهذا الشكل، بهذا الوفد الجماعي يزورون البلدة، حاولوا التشويش، حاولوا التأثير على الصلاة، حاولوا التأثير على الزفة بأصواتهم المرتفعة، لكن صوت الآذان وصوت التكبيرات وكلمات الإمام كانت تصدح في آذان المصلين وتصدح في كل ربوع البلدة، مؤكدة أننا على موعد مع فجر قريب، مع نصر جديد إن شاء الله. في كل يوم فعلا نشعر أننا قريبين من التحرير لهذه الأرض الطيبة. بعد 69 عاماً على هجرة هؤلاء، منهم من اعتصر ألماً، ومنهم أثقلتهم الهجرة والغربة في الوطن، ومنهم من جاء يروي تفاصيل الوجع وحكاية الأم، ومنهم من جاء ليتعلم الحقيقة ويكبر على صورة القرية الأصيلة والحق الذي لا يضيع. هنا قرية مهجرة أخرى، وهنا بيوت فارغة من الأجساد ومليئة بالأرواح. سك الله، وإحنا في دورنا وإحنا في بيتنا وإحنا في، والله بكينا ما زي ما تقولي فرحانين، بس بعد ما دخلوا علينا صار يضربوا علينا. وين يضربوا؟ في الليل لما تصير الدنيا بعد المغرب يضربهم، صاروا يضربوا على الشباب، صاروا يضربوا يلحقوا الأولاد. بعدين دخلوا وقعدوا صلوا، هاي طلوا لها الكيت. والله أمي ماتت وهي خطرة في الدار الساعة، وأبوي نفس الشيء. دورنا عين فوق، إحنا دور أبوي فوق، دور عمامي، بعدين إحنا دارنا يعني شارع يافا فوق، وهذه اسمها البلد القديمة من كلها. كان فيها يعني أكم من واحد مش كتار، كله فوق. إحنا بلدنا كبيرة يعني. أجيت قبل حوالي قبل 15 سنة، أجيت على بيتنا فوق، في ساكنين يهود من العراق. والله كل هذا بيتنا، تقول لي حبيبتي يا ريت إحنا نرجع العراق وإنت برجع لبيتك، إحنا بنعطي الأجر للحكومة. قرية قالونيا والطالبية وغيرها الكثير من القرى والمدن الفلسطينية هجر أصحابها وتشتت الشمل، لكنهم لا يزالون يحتفظون بمفتاح وعودة وذاكرة عصية على النسيان. فالكثير عول على أن ينسى الفلسطينيون أرضهم. هؤلاء وغيرهم من أبناء القرى المهجرة لم ينسوا ولن ينسوا ماضي حكم عليه الزمان أن يكون بعيدا، وحكم عليه الفلسطينيون أن يكون أقرب من حبل الوريد.